هنعمل كده سلطة، يعني عندنا كده كذا حاجة وعايزين نعمل سلطة جديدة ومختلفة. هعمله كده كذا حاجة دلوقتي بالسلمون المدخن او السيمون في ماء. عندنا كده سيمون في ماء، خيار، ليمون، سويت اند تشيلي صوص، عندنا ساور كريم، عندنا نعناع، بصل اخضر، فلفل الوان، شبت، بصل احمر، طماطم شاري. عايزين نشوف بقى ايه هنستخدم ايه من المكونات دي اللي تدينا طعم حلو قوي للسلطة بتاعتنا. ممكن خيار، بس انا عايزه الخيار اقسمه كده، هو ده دواير، عايزه اقسمه يبقى انصاص، انصاص الدواير. ماشي اهو كده. السلطه دي حلوه جدا وهتعجبكم قوي، وكمان بتبقى حلوه جدا برضو للعزومات. وطبعا لو احنا مش عاملين عزومات احنا المفروض نبسط نفسنا يعني. هاخدها معايا دي، هاخدها معايا يا ولاء، انا وانتي اللي هناكلها اهو كده. يعني كل واحد دلوقتي بيقسم الايه الاكل، مين هياكل ايه، مين هياكل رنجه، مين هياكل فسيخ. كل الناس اللي كانت صايمه فطرت. كده نقطع كده حبه كمان، طبعا قطعوه بالطريقه اللي انتوا عاجباكوا، بس دي احلى طريقه للسلطه. نقطعه دواير، بعد كده انصاص دواير اهو تمام. وبعد كده نجيب البصل الاحمر اللي متقطع جوليان جوليان كده، نحطه كده خلاص. ومعانا بقى السلمون اهو المتقطع مكعبات. دينا بصي يا دينا اللي كلمتنا عشان الكافيار، دي طريقة للسلطة، سلطة الكافيار زي السلمون كده بالظبط. وحواليكي بقى طريقة حلوة قوي كمان زي الكنبية نقدم بيها الكافيار. نقلب كده، ممكن بقى زي ما انا عاملة كده تقومي مزودة كافيار كمان. عايزة اقول لك الطعم هيبقى حلو قوي. ليمون اهو، زيت، وبعدين السويت اند تشيلي صوص بنحطه كده، وحابينه كتير هتزودوا، حابينه قليل براحتكم، يعني دي براحتكم خالص، يعني هو هنا كده قليل. بصوا السلطه شكلها عامل ازاي، فيها كل الحاجات اللي طعمها حلو. كده السلطة جهزت، هنحطها في طبق التقديم. كده نحط بقى كده شريحتين ليمون ونقدمه بالطريقه دي. بصوا الاصناف طالما مجهزينها كلها خلصت بسهوله. طيب طبعا احنا متعودين ان احنا، او لازم نتعود ان احنا بعد ما ناكل الفسيخ والرنجه ان احنا لازم نشرب عصير ليمون كده فريش، عصير ليمون بالنعناع. لو انتوا بتقدروا تشربوا الليمون من غير ميه خالص، بق ليمون كده بعد ما ناكل نقوم وشاربينه كده من غير ميه خالص، عايزه اقول لكم بيقتل اي ميكروبات. كمان نشرب شاي بعد الفسيخ والرنجه بساعه كده، برده حاجه كويسه. طيب انا هو عندي بواقي عيش النهارده، عيش توست اللي عندكم اللي موجود. عايزه اقول لكم حتى لو عيش بلدي، لو عيش بلدي تعملوا ايه، تقطعوه مكعبات كده وتحمروه في الفرن، وايه وبرده ممكن نعمل بيه اللي انا هعمله دلوقتي. هعمل ايه بقى، انا جايبه هنا
دي جبنه المربعات اللي بيبقى فيها نسبه من القشطه، وهنا ساور كريم. ممكن نعمل بدي، نعمل بدي. اول حاجه بس احط كده كابوتشي كده ازوق بيه الطبق الطريقه دي، خلاص. واحط بصل اخضر، الوان الاخضر كده الجميله. طبعا الكابوتشي ده يتاكل مش بيتحط للزينه بس. نبتدي بقى نجيب كده واحطه كده اهو. كده بالطريقة دي. معانا احمد كده ماشي. نجيب بقى السلمون الباقي مننا هنا، وده يدينا برضو طريقة ممكن نعمل بيها الكافيار. بصوا اهو، كده نحط شريحة ليمون مع سلمون بالطريقة دي، مع خيارايا، مع طماطم.